نيابة عن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء حفظه الله، افتتح سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد الخليفة اليوم مؤتمر التراث الأثري لتقنيات الري وإدارة المياه في العالم الإسلامي، وذلك بحضور عدد من كبار المسؤولين. حيث يناقش المؤتمر على مدار 3 أيام التراث الأثري لتقنيات الري وإدارة المياه في الحضارة الإسلامية ومجموعة واسعة من الإنشاءات الهندسية. بهذه المناسبة أكد سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد أهمية مواصلة جذب مختلف المؤتمرات المتخصصة والتي تعتبر بدورها نقطة للتلاقي ومنصة هامة لتبادل المعرفة والخبرات وأفضل الممارسات العالمية، مشيرا إلى أهمية موضوع المؤتمر المنعقد في تحفيز الإبداع نحو إيجاد حلول مستدامة للتحديات البيئية التي تواجه العالم، وذلك تماشيا مع جهود مملكة البحرين على الصعيد المناخي وفقا لرؤى وتطلعات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وبمتابعة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء. وقال سموه إن ما تحظى به مملكة البحرين من مقومات تنافسية وأمكانيات عالية ساهمت في تبوئها لمكانة مميزة على خارطة صناعة المؤتمرات العالمية باختلاف مواضيعها، معربا عن تمنياته للقائمين على مؤتمر التراث الأثري لتقنية الري وإدارة المياه في العالم الإسلامي بالنجاح وتحقيق الأهداف المنشودة، وتطلعه بأن تعزز مخرجات المؤتمر الجهود المبذولة في الحفاظ على البيئة وضمان استدامة مواردها. من جانبه أعرب الشيخ خليفة بن أحمد بن عبد الله الخليفة رئيس هيئة البحرين للثقافة والأثار عن جزيل الشكر والامتنان إلى صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لرعايته مؤتمر التراث الأثري لتقنية الري وإدارة المياه في العالم الإسلامي، كما تقدم بالشكر إلى سمو الشيخ محمد بن سلمان بن حمد على تفضله بافتتاح المؤتمر بالإنابة، مشيرا إلى ما يليه السمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من حرص دائم على دعم كل ما من شأنه أن يعزز مكانة مملكة البحرين الريادية كمركز لتطوير التراث الحضاري العريق، مؤكدا أن المؤتمر يعتبر فرصة لتبادل الخبرات والأفكار وتعزيز التعاون ما بين الخبراء في مجال التراث الأثري الإداري لإدارة المياه بشكل يعكس غنى تنوع وتعدد التراث الإسلامي في هذا المجال. منذ قديم الأزل عرف الإنسان طرقاً متعددة لاستخراج المياه وتوزيعها من حفر للقنوات والسدود، حتى بات لتقنيات الري تاريخ عريق وتراث هو أساس تطور الأدوات المستخدمة في الري. ونظراً للأهمية البالغة لقطاع المياه يقام في مملكة البحرين مؤتمر التراث الأثري لتقنيات الري وإدارة المياه في العالم الإسلامي. هذا المؤتمر الذي تستضيفه هيئة البحرين للثقافة والآثار هو مؤتمر دولي معني بتقنيات الري وعلاقتها بالتراث والآثار الإسلامية. يجتمع عدد من الخبراء والباحثين في هذا المجال اليوم في البحرين لتقديم أوراق عمل علمية بهذا الخصوص، ونعتز بالرعاية لسيدي صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء لهذا المؤتمر الهام وحرصه الدائم على دعم البحث العلمي والدراسات المختلفة بما يتعلق بالتراث الأثري والتاريخي للبحرين وللإقليم أجمع.
يشارك في مؤتمر التراث الأثري لتقنيات الري وإدارة المياه في العالم الإسلامي نخبة من المتحدثين والمتخصصين من مختلف الدول لطرح القضايا المتعلقة بالري وبحث الطرق التي طورت بها المجتمعات الإسلامية لنقل وإدارة المياه. سيخرج مثل هذا المؤتمر بتوصيات ستخدم الباحثين والدارسين ولأيضا متابعة هذا الموضوع بالذات، لأن الماء هو يعني حياة الإنسان، وأنه لازم نستفيد أيضا من الخبرات الأوائل من قرون قبل الإسلام وفي العصر الإسلامي بتجاربهم، وخاصة الآن يعني هناك في استنزاف للمياه. في الحقيقة مملكة البحرين تعتبر سباقة في اختيار مثل هذا الموضوع وتسليط الضوء عليه، اللي هو يهتم يعني بالقنوات الري والمائية اللي هي منتشرة كثيرة وضاربة في القدم، لكن يمكن قليل سلط عليها الضوء، خصوصا فيما يتعلق في أنه يكون مؤتمر دولي، فهذا يشكرون عليه. الأمر الآخر الحقيقة تكاد تكون الجزيرة العربية كلها بما فيها طبعا البحرين مليئة بمثل هذه القنوات اللي تحتاج مزيد من التنقيب ومزيد من تسليط الضوء. إن التراث الأثري لتقنيات الري وإدارة المياه في الحضارة الإسلامية يشمل مجموعة واسعة من الإنشاءات الهندسية مثل القنوات الجوفية والآبار وغيرها، وتمتد الفترة الزمنية التي تم فيها تطوير هذه العناصر الإنشائية واستخداماتها من القرن السابع حتى القرن التاسع عشر الميلادي. مؤتمر التراث الأثري لتقنيات الري وإدارة المياه في العالم الإسلامي يسلط الضوء على إمكانيات استثمار إبداعات المجتمعات القديمة في إيجاد حلول للتحديات البيئية والمناخية التي تواجهها البشرية في الحاضر والمستقبل. إيمان شرف لمركز الأخبار تلفزيون البحرين.